السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخواني، معي لكم منتج سهل وبسيط ومثبت علميا ومجرب لخسارة الوزن وللتخلص من الدهون وللتخلص من الكرش مهما كان وزنك ومهما كان كرشك. هالشيء عبارة عن بسكويت نخالة وشعير، وهالشيء روب زبادي. كيف تستخدم هالشيء وتستخدم معه، وسوف أشرح لكم عدة برامج تستخدمها مع هالشيء، لكن هالشيئين أهم شيء، ولا حتحصل نتيجة يعني سريعة وفورية لخسارة الدهون، خاصة دهون البطن. عارف الكثير من الناس تتزايد منزعجه ومنظر غرشة غير حلو، يعني لما يكون في كرش وهذا. فهالمنتج هالشيء يساعدك بنسبة كبيرة على خاصة الدهون الموجودة في البطن، نخالة الشعير والزبادي وروب الزبادي. هالشيئين تستخدمهم قبل النوم أو قبل النوم بنص ساعة في الليل قبل لا تنام، كلك هالشيئين، شعير ونخالة وروب زبادي، كلهم قبل النوم، خاصة الدهون الموجودة في البطن ماشي مثل هالشيئين. والآن سوف أشرح لكم برنامج إذا تبي نتيجة فورية وسريعة، يعني برنامج أكثر. اقطع أول شيء السكريات، حاجة في سكريات اقطعها. لماذا؟ سوف أشرح لكم يعني كيف الجسم كيف تعيق السكريات الجسم عن حرق الدهون الموجودة في الكرش والبطن والجسم السمنة. لأنه شوف، عندما تمشي هناك طاقة في الدم، يكون الدم محمل بطاقة وسكريات، الجسم خلاص عندما يحتاج الى طاقه خلاص موجوده في الدم. يعني تمشي من المعده، تخرج من المعده، عندما تشرب ماء تخرج هذه السكريات وهذه الطاقه الموجوده في المعده. انت عندما تاكل سكريات ما تنظم اكلك، تاكل اكثر من 3 وجبات في اليوم، تلخبط بين كل ساعه وساعه تاكل لك اكل تعق في المعده، ويمشي هالشيء في الدم. هالشيء يمنع الجسم من حرق الدهون الموجوده في الجسم. انت تبي تحرق فلازم تنظم اكلك، لازم تنظم اكلك كلك في اليوم 3 وجبات، لازم تحس بالجوع شوية عشان تحرق الدهون. خاصة بالنسبة للبرنامج الغذائي، الريوق خله معك طبيعي، الغداء طبيعي كله تبقى، لا تسوي رجيم. أهم شيء قطع السكريات. أهم بالنسبة للبرنامج الليل، برنامج الليل كلك خضروات وفواكه وسلطة، أهم شيء كلك قرقير عن الغازات وعن كذا، عشان لأن الغازات سبب أحد الأسباب للكرش وهذا الشيء. فكلك في الليل خضروات وسلطة فواكه وجرجير او خس، هذا في الليل. وقبل النوم كلك هالشيئين. وراح اعطيكم ايضا شيء اخر يساعدك على حرق الدهون ومثبت، الاستحمام في ماء البحر. استحمى اذا كان البحر قريب منك، استحم في يوم الساعة في البحر العصر، استحم فيه. واذا ما عندك بحر استحم بماء وملح، استحم بماء ملح جبس خلف جسمك نص ساعة بعدين تسبح عنه. الماء البحر والماء الملح يساعدك على تكسير الروابط البروتينية. الدهون أكثر نسبة ما تكون منها الدهون هي نسبة من البروتين، فهذا الأملاح الموجودة في الملح تساعدك على تكسير سلسلة الروابط البروتينية. الملح معروف في تكسير سلسلة الروابط البروتينية. هذه هي الشيء الثاني. والشيء الثالث، بعد المغرب حاول تمشي لك ساعة مشي، بعد المغرب حاول تمشي، ومن بعد المغرب خلاص يعني حاول ما تاكل شيء، بعد ما اكلت خضروات وسلطه وفواكه ما تاكل شيء الا هالمنتج قبل النوم. ولو تمشي لك في الليل يعني نص ساعه ساعه حلو زين، اهم شيء في الليل تمشي. هذا شيء راجع لك، اذا تبي تمشي يعني ترتب لك، تكون معك خلي معك برنامج رياضي يعني حرق دهون، هذا شيء راجع لك، لكن اهم شيء خلي معك برنامج مشي نص ساعه وساعة، فراح تحصل تحس بنتيجه، يعني تشوف جسمك كل مره تخسر وزنك بشكل غير متوقع، خاصة مع هالشيئين. خلنا في برنامجه، والله راح تحصل مثبت. أنا بنفسي مجربنا، أنا هالشيء بنفسي مجربنا وحبيت أخبركم به. خيركم من تعلم العلم وشاف شيء مفيد وعلم بغيره اللي يستفيد منه. أنا استفدت من هالشيء كثيرا وحبيت أنكم تستفيدوا منه، ونصحت بناس واستفادوا منه. واللي بيبحث أكثر يدخل في الإنترنت يكتب الروب الزبادي والنخالة لحرق الدهون خاصة دهون الكرش. راح اعطيكم معلومه، في ناس بعض الدول اللي اكلهم صحي او اكلهم يحتوي على منتجات مثل هذه، يقول لك تشوفهم عليهم اجسام الواحد كأنه خير بحلاوه جسمه، وهنا البطن سير ما فيهم شيء كرش، وتشوف عليهم اجسام ما شاء الله عليهم، حتى يعني بنات ورجال يعني تشوف اجسامهم حلوه لكن هنا البطن سير، لان برنامجهم الغذائي مناسب وصحي. اتمنى انكم، ما ودي ان اطيل عليكم، أتمنى أنكم استفدتم من هالفيديو والشرح كان واضح. كتبوا هالبرنامج ورقة نظموه، هذا قبل النوم،
الابتعاد عن السكريات، السباحة في ماء البحر، وتنظيم برنامج غذائي مناسب. أتمنى أن الشرح كان واضح، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. أهم شيء هذا قبل النوم، وشوف كيف النتيجة إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة.